مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير، اهلا وسهلا. اليوم اول بث من خلال فقرة اللي هي اسمها مسافر بالبيت، وبسافر معاكم كل يوم ورحلة كل اسبوع مع ضيف او مسافر. خلينا نقول انا اسميها رحلة، ما راح اسميها فقرة ولا راح اسميها حلقة او فقرة، ولكن هي رحلة، والرحلة والضيف اللي معانا في الرحلة هو المسافر. ضيفنا اليوم عاد ليحين ما رد علي، ليحين قاعد انتظر يدش. حبيت اذكر شغلة مهمة، ان البث الاسبوعي هذا برعاية شركة قطر فور كام، وهي شركة متخصصة في توفير عدة الكاميرات الفوتوغرافية والفيديو وكل شيء متعلق بالكاميرا، سواء إضاءة، صوت، وايرات، تمديدات كهرباء، كاميرات تتركب على الدراجة حق أصحاب الدراجات، كاميرات تتركب على الرأس، كاميرات تتركب على البطن، اللي هو هم طبعا أكثر ناس يبيعون، موزعين لمنتجات DJI. هذا هو ضيفنا، دخل المسافر أنور، ما عليك أمر بس طق ريكوست عشان تدخل معانا في اللايف أخوي بمطلق، لأن قاعد أنتظرك على أحر من الجمر صراحة. فالرحالة طبعا أخونا أنور بمطلق العازمي هو رحالة مشهور على مستوى الوطن العربي والعالم، لأنه هو رحالة عالمي ورحالة مثل الكويت ومثلنا كلنا كعرب ومثلنا كبشر. أخوي لحظة أنور، أنا لازم أنا أعتقد أسوي لك الريكوست، أدخلك معي. ما عليك أمر، استقبل وانطلق معنا. هلا بالغالي، هلا رحمة الله. هالكشخة هذه يا أخي، أنا طالع بجامعتي، أستحي منور أنت يا أبو نوف. حياك الله يا أخوي، شلونك؟ حياك طيب، شخبارك؟ بارك أنا عليك الشهر، تقبل الله طاعتك. الله يسلمك علينا وعليك، تبارك والله. أنا شو استحيت، وجهي خدودي صار حمر من هاي، طالع بجامعة والله. لا يا رجل، أنت عزيز وغالي ومنور طال عمرك، الله يسلمك، الله يجزاك خير ويرحم والديك الغالي. نورك. وأنا يشرفني إن أول بث لي يكون مع أخوي العزيز أنور. طبعا أنت، لأنك أنت كنز يثري الرحالة والمغامرين. أنا طبعا دائما أحب أخذ لفة في أكاونتك، وصراحة أنت تلهمني، لأن أنا في يوم من الأيام أنا قلت أن أبي أصير نفس أنور. الله يجزاك خير، ممكن تعلم، وهذا الشهادة اعتز فيها والله يا أخوي أبو نور. وهذا الصدق، يعني فعلا أنا قلت في يوم من الأيام أنا أبي أصير نفس هذا الأخ الكويتي. وعلى فكرة رقمك عندي من سنة 2013 و 2014، أعطاني إياه واحد، قال لي هالشخص هو اللي يعلمك عن الترحال. ما شاء الله، بارك الله، احرجتني والله يا ابو نوف، بارك الله فيك. بالعكس والله، منك مجتهد ما شاء الله تبارك الله، ويعني مشيت يعني في مسافات كبيره في العالم تبارك الرحمن، من لندن لبكين، ومشيت من الاسكا لاخر نقطه في جنوب، يعني اخذت امريكا من اول شمالها لاخر جنوبها، يعني ما شاء الله تبارك الله. هذه الرحله بالذات كان المفروض احنا نلتقي فيها، لكن قدر الله وما شاء فعل. كنا قريب عند بعض. الله يخليك يسلمك. عاد انا الله يسلمك، يعني انا اول شيء بيعرف الناس يعني عنك، وانت معنك غني عن التعريف. بمطلق طبعا رحالة كويتي، رحالة عربي وعالمي. انا بحط لي مختصر اشياء من اللي انا اعرفها عنك، لان انت طلعت من المراهقة وانت تسافر، واذا ما كان من الطفولة يعني. ظاهر قطع. زين، انا اكمل. اعتذر منك، جاني اتصال وقطع. ابو نوف، انا افتكرت.
اي نعم باختصار طبعا اخوي ابو مطلق انت رحاله من صغرك، يعني من المراهقه وحتى من الطفوله يمكن، اي نعم صحيح واحنا كعرب الترحال في دمنا، ما نقدر نقعد في مكان واحد، تصيدنا حبكه. والله صدق الترحال سبحان الله ترى يعني اذا تعودت عليه خلاص مشكلة والله ايه صدقت صدقت. طبعا اخوي ابو مطلق انت طبعا طلعت رحلات كثيره، واولها بالسياره، وانا الحين بذكر بسرد بس حق الناس اللي قاعدين يشوفونا، انت طلعت رحله بالسياره من الكويت الى لندن سنه 2005، اي ما نعم شاء الله 2005 من كان يفكر يطلع من باب بيته. رحله الله يحفظك بالسياره من الكويت الى افريقيا 2012 2013، رحله بالدراجه من الكويت الى سيبيريا، هذه مفروض تنحط في ويكيبيديا صراحة. الله يجزاك خير سنة 2015 استجوال صحيح حول أمريكا. ابو نوف معلش 2013 كانت افريقيا واوروبا يعني كانت من السنغال داكار الى البوسنه والهرسك إيه سيبيريا 2015 صحيح، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الله يعينك هذه الرحلة طبعا في واحد احمد المريخي رحالة البحريني حاول يوصل للسنغال، وصل للمغرب صحيح ورجع مرة ثانية للسعودية، من السعودية إلى البحرين. طبعا أكيد فعلا ما يعني مشى على خطاك. سمحت لهم الظروف صحيح ما سمحت لهم الظروف وما الله قسمه والله يجعلها خيره ومعوضين خير ان شاء الله باذن الله صحيح صحيح. وطلعت طبعا سيبيريا، هذه رحلة كبيرة، أكيد مشيت على طريق العظام يسمونه، نعم صحيح وهو من أخطر الطرق في العالم، ومن أشدها وعورة وأشدها خطورة وأشدها صعوبة. إحنا فعلا في صح عالم الدراجات إن عندنا، يعني أتمنى أنت تتكلم، يعني أنت تقول لي عن هالطريق أكثر يعني. والله انت شوقتني ما شاء الله بسردك الجميل والله يا بنوف كالعاده ما شاء الله من اشد متابعينك وطرحك جدا جميل تبارك الرحمن والله أتشرف شوف أخوي. هو ناحيه الله يرحمني والدك هو ناحيه خطر جدا بحكم مثلك عارف الدراجات اللي احنا نمتلكها الله لك الحمد كبيره في الحجم ما تنفع الاوف رود اللي هو الطريق الغير معبد زائد انه يكون في معانا حمل فما تكون يعني مريحه بالعكس تكون متعبه وتكون خطره بنفس الوقت بس الحمد لله سهلها الله وعدينا اللهم لك الحمد الحمد واللي لله بعد الحمد لله. فعلا يعني كانت بعد اخطر من الاوف رود اللي هو الجليد بلاك ايس هذا تبهذلنا ايه فيه بهذله مو طبيعيه وبعدين هناك الروس كلهم تحت تأثير الكحول بحكم طبعا طبيعة وكانت في شهر نوفمبر يعني شهر 11 والشاحنات يكونوا مسرعين بشكل مو طبيعي ومثلك عارف الدراجة لما تمرها السيارة عادية أو تمرها الشاحنة ترك فتيار الهواء يلعب دور يا يعني أنها تشفط أو أنها يعني تدفعك إلى الجهة صحيح الجانبية أو المعاكسة صحيح صحيح. فهذه حركة تغير التيار تكون خطرة جدا في البلاك آيس اللي هو الجليد اي نعم صحيح في البلاك ايس طبعا مخيف مخيف جدا ومرعب صراحة، يعني اي والله سلاح هو اي والله الحمد لله وزين اللي عديت منها يعني سيبيريا. انا من حلمي ان انا ازور سيبيريا في يوم من الايام، وان شاء الله بإذن قبل الله ما اروح قريبا اكيد لي قاعدة معك. بإذن الله والله انت تشرف وحتى يوم جيتنا الكويت والله يا ابو نوف انه ما شبعنا منك يعني جيت شرف ورحت شرف وعلمتنا اي والله شرف كبير لي يا اخوي. في الله موقف يرحمه شفته لك، انا كنت قاعد طبعا طبعا اخوي ابو مطلق في ميزة حلوة ان البريك، يعني انا لما اخذ بريك اروح ادش داخل اقط الخوذة اروح اشرب لي كوفي اشرب لي شيء كابتشينو، ومطلق لا يسوي البسطة ويطلع دلة القهوة ويسوي الجو مالنا الجو الخليجي، فهاي الجو اللي يجذب الناس. انا اتمنى يعني انا استحي صراحة، انا استحي يعني انا خجول طبيعي، فانا استحي اقعد لان الناس بتشوفوني وكذي، فمثل ما تقول بتضايق. انت طبعا ماخذها من داعي فخر انك انت هذه ثقافتك، انت قاعد تصدر ثقافتك للعالم. فمرة من المرات في كندا انت كنتوا تدهون
وياكم واحد امريكي او كندي، هاي تقدر تقول لي القصه هذه هذه في مو في كندا او كندا، في امريكا؟ لا في مروا عليك بدراجه؟ ايه سفطنا قبل كاليفورنيا، قريح شوي، لقينا شجرة ومنظرها كان جدا جميل، وكنا على ارض مدينة من تحت. بعد عاد سفطنا وحطينا الفرشة وحطينا الشاي والقهوة، ونزلت انا معاي ذرة اللي هو بيت شعر، ويوم حطينا الذرة الا هذا رعي دراجة جاي امريكي، ايه انصدم يعني من الدراجات، ولما جاء شاف يعني الوجيهة عربية وشاف دلة وشاف الفرشة سدو، يعني انذهل بشكل مو طبيعي. وقعدنا والله نسولف وياه، يعني كان الظاهر موقف انه بالنسبة سؤالي له كذي. هو يعني ايه ايه ارسال مو اوكي، هو كان يعني ايه يسولفني قال انا حلم يعني اني كنت اشوف يعني نفس الجو هذا، فالحمد لله انه تحقق حلمي وشفت يعني الجلسة العربية على ما قلت. ايه لا زين والله، يعني انت هالقعده البسيطه يمكن ما تعني شيء لناس وايد، لكنها سببت في تحقيق حلم شخص نعم صحيح، بمجرد شيء بسيط يعني، لكنها لها معنى كبير لناس وايد. انا في يوم من الايام طبعا لما وصلت الارجنتين لبست دش جدي الله يرحمه اللي هو كان ملهمي الله الاول، وهذه اللف اللي انا سويته مثل ما تقول كانه اول شيء تقدير لجدي وإهداء الله يرحمه، أو ثاني شيء أنا قاعد أصدر ثقافتي، أنا قاعد أقول حق العالم هذاني أنا العربي، الرحال العربي، أنا وصلت هني وهذه لحظة فخر ولبستها وصورت فيها يعني. فهذه الأشياء، وطبعا يعني أكثر من شخص بيلبس البشت بيصور فيه هم يستانسون في هذا ابو نور، إيه صحيح يعني صحيح. البكس مو موجود عندهم، يعني احنا شلون نتمنى الطبيعه والخضار والعشب، وهم ترى حيل مدمنين في الصحراء، يعني سبحان الله كل يعني هم ينقصهم، يعني ينقصهم جونا وحنا ينقصنا جوهم ايه ان صح صادق التعبير. صادق. طبعا الترحال في انا اعتبر انا اسميه ادب وعلم وثقافه، هذه الاشياء كلها موجوده في العلم ان احنا نسافر ونتعلم، والادب ان احنا عندنا اخلاقنا شلون احنا نستعرضها وننقلها للناس ونتعلمها من الناس، والثقافه اللي هي الله عملك ثقافتك. صحيح. ابيك تقول لي شنو كأنور أو بمطلق الإنسان، شنو اللي الشيء اللي غيرك في السفر من سنين وأنت تسافر؟ شنو الشيء اللي أنت تحس إنه والله أنا لو ما سافرت ما كنت كذا كذا؟ والله شف السفر يعني يحسسك أول شيء، أو يعرفك بنعم الله سبحانه وتعالى عليك، يعني لما تشوف يعني لما تروح أفريقيا، ورحت أنت بنا في أفريقيا، يعني تشوف الناس عايشين على يعني بيوتهم أغصان من الشجر، يعني في بيوت من عم صحيح الله علينا، يعني وسبحان الله يعني فيها ثقة بالنفس، وفيها يعني تشوف ثقافة الناس، وتغير حياتك بشكل مو طبيعي، حتى تعاملك مع الناس تكون متقبل جميع فئات المجتمع، يعني يكون عندك قناعة، تكون عندك نوع من الرضا. بس لما تكون يعني مو مسافر، يعني ما ودنا نعم على العموم، يعني أكثر الناس تلقى لما تقول الدراجة يقول لك لا دراجة، تلقى على طول عنده صب عن أي شيء، تفتح أي موضوع يقول لك لا لا، وأنت يعني انسان مو طبيعي، لازم العاقل يقعد بدون هوايه، العاقل يقعد يعني مر عليك الانتقادات هذه. ف السفر يعني ثقفك، يوعيك، يعني فيه بعد نظر، فيه منافع، فيه معرفه الناس اللي مثلك وشرواك وشر من يسمع يبونوك، تشرف. والله يتفرع بعد ان شاء الله اني اكون وصلت جزء بسيط منها. بالعكس بالعكس، انت يعني انا دائما اقول الناس الرحاله المفروض انه ينقلون العلم اللي تعلموه للاجيال، للمدارس، للجامعات. يعني انا متاكد انه اكيد تجيك طلبات انك انت تروح مدرسه تتكلم عن المدارس فعلا وتتكلم عن صحيح. وتروح جامعات وتروح شركات. دائما انا اعتقد يعني ان الشخص الرحال عنده نوع من انواع الكاريزما، يصير عنده مثل ما تقول حضور، يصير عندك حضور صحيح.
ثقة في النفس، لما تيجي تتكلم في نظرة فخر تكون في ملامحك. ليش؟ لأن أنت شفت أشياء وايد، ودائما يقول لك المثل، يقول لك انظر الشيء مرة ولا أنك تقرأ عنه 1000 مرة. صحيح. وأعتقد أن هالشيء، يعني أنا ما أحتاج أقول لك يا، لأن أنت أوريدي تعرفه. أنت سافرت، أنا على فكرة يعني أنا ما رحت كثير من الدول العربية مثلك، يعني أنا يعني خاطري في حياتي أزور سوريا، وأنت رحت سوريا بالسيارة سنة 2001. اي 2001 نعم صحيح. أنا كنت للحين في الجامعة أدرس في لندن. اول مرة تقدر بالسيارة سنة 98 98 ما شاء الله. 98 اي، بس طبعا يعني كانت رحلة من الكويت، هي يعني ابعد رحلة برية بحياتي ايه اللي هي عبرت فيها طبعا السعودية والاردن وسوريا، يعني 3 دول تعبرها، واطول مسافة كانت 1998، ما شاء الله ما شاء الله. كانت عائلية. اي نعم. سوريا رحت لها بالسيارة ورجعت الكويت بالسيارة. سوريا رحت لها كثير، رحت لها بسنة يعني بداية الـ2000 بلشت يعني بسوريا، وكثير أروح لسوريا. سوريا يعني دولة ما شاء الله تبارك الله، عسى الله يفرج لهم، يعني أجواءها جدا جميلة، وأسعارها يعني مقارنة في أوروبا والدول الثانية يعني كانت جدا رخيصة، ومصياف العالم كلها فيها. اي عارف، للاسف انا يعني سوريا ما حالفني الحظ اني انا اروحها، والعراق ان شاء الله اذا الامور شوي، امور الكورونا شوي انفرجت. انا كنت حاط في بالي ان انا اجي بدراجتي من المانيا الى قطر عن طريق العراق، يعني اجي الكويت، من الكويت اشحن بالبحر الى قطر، لكن ان شاء الله لما بإذن الله الازمه هذه تخف ان شاء الله راح نسويها. إن طبعا شاء الله انت بإذن الله. صور مع دبابات هتلر، نعم تقدر صحيح، تقول لي وين هذه الصورة؟ هذه الصورة سنة 2010 طلعت على شفروليت كامارو اسس، ايه طلعت عليها من الكويت للسعودية للأردن سوريا تركيا بلغاريا، ومن بلغاريا على اليونان، ومن اليونان على إيطاليا، ومن إيطاليا على تونس، ومن تونس على فرنسا باريس، انتهت الرحلة. دبابات هتلر كانت في تونس في منطقة الحمامات، طبعا في حمامات ياسمين، حمامات نور، يعني متعددة الأسماء، تكون يعني تقريبا قريبة من بعض. في شركة سياحية تطلع على بقيات اللي هو الـ4 تواير الصغيرة، ويكون معك جايد، وتطلع على تشوف آثار الحرب العالمية، كانت يعني جدا ممتعة. يعني في منطقة مغلقة، يعني مثل ما لا لا تقول لا يعني في محمية. في لا مو محمية، ما شفت أنها محمية، يعني بلبر مكشوفة، اي ما شاء الله يعني عليك. مو انا والله مشبكة. يعني انا هذه الشمال الافريقي كله ابي اروحه، يعني انا ما رحت بس المغرب ومصر، لكن ان شاء الله اللي في النص هذه الدول ان شاء الله لنا زيارة. ما شاء الله فيك. يمكن معاك في يوم من الايام والله يا ابو نور انت بتشرف. لمتى خلاص طال عمرك، الله يخليك، اتشرف نتعلم منك. الله ابي يرحمه. انت طبعا رحت ايران يمكن اكثر من مره، رحت ايران نعم اكثر رحت من مره. ايران واذربيجان. وايران لما نقول ايران نقول يعني ايران، لما تقول كلمه ايران في ضبابيه وايد، لان ايران منطقه يعني مثل كوريا الشماليه ما حد يعرف عنها شيء. واحمد فعلا الغيثي ذكر ان ايران غير ما ان احنا نسمع عنها، وهذا ان احنا الصح. نسمع. فأتمنى تقولي الفكرة الصحيحة عن إيران والشعب بإيران وشوارعها وشلون ضيافتهم. هو دايم مشكلة أنت يعني ينطبق عليها، إذا أنت رجال يعني رحالة وتحب الترحال، ينطبق عليها أنك اسأل مجرب ولا تسأل دكتور، لأن صحيح. عادة العالم يشوشون كل شيء، حتى لو بتاخذ لك سيارة يقول لك السيارة هذه كثيرة عطل، بتاخذ لك أي شيء يعني دايم، وسبحان الله تلقى عاد اللي يتكلم ما يفقه بالشيء هذا. ايران لما رحت لها يعني ما شاء الله تبارك الله قعدت فيها 32 يوم ولفيت فيها 6300 كيلو، يعني وصلت لمشهد، ما ومن شاء الله. مشهد لاذربيجان، ومن اذربيجان يعني كنا في طهران واخذنا موافقه على اساس اننا ندخل العراق، وسبحان الله لما جينا منطقه كردستان الايرانيه اللي من عند سنندج حصل حق اللي ويانا ظرف وما قدرنا ندخل العراق، يعني الظرف اللي جاء شوي يعني صعب، لازم نرجع باسرع وقت، فقلنا خلاص
ان افضل شيء انك ترجع طياره ودراجتك احنا نشحنها للميناء، واذا خلصنا جولتنا نتكفل فيها ونردها ان شاء الله. عاد القانون ما يسمح انك تطلع وتخلي دراجتك، او ان الدراجه تصعد ونش بدون صاحبها، فما الله قسمه وقلنا الله يجعلها خير. ورجعنا عاد الكويت، يعني اخذت فيها لفه حلوه كامل. بس اللي تحسفت اني ما جيتها شيراز، لانها كانت تحت شوي، لو ما اخذين شيراز ملك. بس ان شاء ما الله شاء باذن الله. الله المره الجايه ان شاء الله. الشوارع شلون في ايران؟ سواقة بالدراجة، المناظر؟ شوارعها، في شوارع يعني الطرق سريعه جدا ممتازه، وفي شوارع والله شوي مكسره، بس يعني مو هذاك الزود. ما شاء الله تبارك الله، من اول ما تدخل ابو نوف استقبال، يعني يعزمونك بشكل مو طبيعي ويفرحون فرح شديد اذا يعني دخلت عندهم في بيتهم، يعني يتباركون بجيه الضيف. وف يعني ناس يحبون الضيوف بشكل مو طبيعي، وكانوا يفرحون، ويعني ما حسينا باي شيء، بالعكس استمتعنا فيها استمتاع مو طبيعي تبارك الله. شيء حلو، لان ايران من الدول اللي احنا نسمع عنها. طبعا انا اكيد انت تعرف هالشيء، وانا هالشيء عرفته لما بديت اسافر، ان دول كثير نسمع عنها بالاخبار، لكن لما احنا نروحها نتفاجأ انها مختلفه تماما عن ما هم مصورينها، بالذات الاعلام صحيح. الغربي، يعني بالذات ايران. ايران يصورونها لكنها مرتع للارهاب، والناس متشددين وبتنضرب بالعصا اذا ما شافوك بالدراج. لكن احمد مريخي صحح لي الفكره هذه، قال لي لا ترى غير صحيح، يقول لي انا بحريني يعني، ولما رحت الكل يرحب فيني والكل يعزمني والكل يعطيني شاي وحلويات. انا شخصيا نفس الموقف صار لي في نيكاراغوا. نيكاراغوا كانوا يقولون لها ان فيها ثوره، وان فيها 5000 مفقود في اليوم اللي انا دخلت فيه. وللعلم ترى نيكاراغوا لما دخلتها قعدت فيها 3 ايام، وكان المفروض اقعد فيها ليله واحده. 3 ايام من اروع البلدان في امريكا اللاتينيه كانت نيكاراغوا وكولومبيا، اللي يقول لك هذه ما بلد شاء الله. اسكوبار وممكن ذبح وممكن، وصدق انه واحد يعني تعرضت لبعض المواقف، لكن مو بالطريقه اللي هم مصورينها، انه جثث صحيح. مهدره في الشوارع. ففعلا العالم جميل جدا طول ما احنا ما نشوف الاخبار. هذه انا دائما اقول هالكلمه وارددها، صحيح. وانت طبعا صححتني هالمعلومه واكدت لي اياها، ان ترى ايران بلد جميله، واكيد يستقبلون سياح، وانا اعرف اوروبيين وايد كل كثير صيف الاوروبيين اوروبيين. بالكرفانات إيه. بالدراجات بالسيارات الفور باي فور مليانه بشكل مو طبيعي، وبعدين حتى بعد يجونها بالباصات النقل الجماعي اللي احنا ايه نسميه الكرنك. انا كنت بروح عن طريق، لما اردت انت اسوي رحله طريق الحرير، بس كان معي واحد بريطاني للاسف ما اعطوه فيزا بسبب الطوارئ عندهم عشان الانتخابات، فللاسف اضطرينا نطلع فوق عن طريق اذربيجان وتركمانستان. والله لا يرويك تركمانستان شلون بهدلوني، بس ايه الله يكون في هذه يبي العون. لها لايف بروحها هذه. بس ما شاء الله يعني يعتبر انجاز اللي سويته، شيء مو طبيعي، لان تركمانستان حلم كثير من الناس انهم يروحوا لها صعب، بحكم صعوبتها. اربع مرات رفضوا تاشيرتي، 4 مرات. المره الخامسه عطوني، الكثير اللي يرفضونهم صحيح. اي عطوني عبور بس 5 ايام، قالوا لي لك عبور بشرط انك تسوي مقابله لتلفزيون تركمانستان تمدح فيه الرئيس، ما تمدح البلد بس الرئيس، تقول ان الرئيس والله ممتاز وطيب وسوى كذا والله قلت اللي عندي كله اللي في قلبي كله طلعته، كاني ما مدحت شاء الله. نفسي. ايه والرئيس ما بيحكم لنا، والرئيس شوفوا البلاط شوفوا الرخام، ما عشان شاء بس الله يعطوني. تبارك، ايه زين، عشان المرور بس. اقول لك انت الحين دائما لما نقول بمطلق نقول محمود موفق، صحيح ولما نقول محمود موفق نقول انور العازمي. صحيح. الله الله لا يفرقكم، الله الله لا يجزاك يفرقكم، خير ويرحم والديك. والله يبعد عنكم العين، لان انتم الله الصداقه اللي يجزاك خير. بينكم هذه يعني تحسدون عليها، هو الفريق واكيد صعب لكم ترى يكون. سكولات وجولات، واكيد مواقف تكرهها فيها ومواقف يكرهك فيها، لكن متأكد ان معظم المواقف لما تتذكرونها بعدين تضحكون. لا لا ابو قول لي محمد شنو، يعجبك ترى. قول لي شنو شوف سويت انا ابي اكون معاكم في يوم من الايام، بخرب عليكم بطلع معاكم. والله ابد، الساعة مباركة. شوف سبحان الله، يعني تقريبا يعني المشاهدين او المتابعين الله يحييهم جميع ان شاء الله، ما يعرفون النقطة هذه. لما كانت قبل سنتين
لما بديت انت من الاسكا الى امريكا الجنوبيه. يعني انت كنت سابقنا وحنا كنا وراك بشيء بسيط، بعدين عاد صارت اي صحيح المشكله اللي هي في امريكا الوسطى. لما حتى دائما اسولف حق الشباب هذا اقول رحاله خالد الجابر قعدوه من الفندق الساعه 4 الفجر وعيونه حمر وهو مصور، قالوا له يقول اطلع لك راح يصير صحيح ايه راح يصير اغلاق في المدن وهذا. وطلع الرجال حتى تبهدل في محطات البنزين، ما كانت متوفره، ترى كانت يعني مسكره. فهذا هو اللي قطع يعني الوصل بيننا، ولعلها خيرة ان شاء الله، إن شاء وباذن الله الله. ان شاء الله الجايات اكثر ان شاء الله. اما بخصوص طب ابو محمد الله يذكره، كم كيلو مشيت مع أبو محمد؟ كم كيلو مشيتوا مع بعض؟ والله الله واجد يبعد عنكم العين. الله كم يجزاك بلد خير رحتوا؟ ويرحمه. يعني انا وابو محمد اول رحله انا وياه، طبعا هو انصدم بشكل مو طبيعي، هذه بنخليها بعدين. طلعت انا وياه على كوريا الجنوبيه، وبعدين رحنا عاد على حد اليابان بس ما دخلوني، وعاد غيرنا عاد الاتجاه، رحنا على روسيا، يعني كوريا الجنوبيه وروسيا ومنغوليا. ورحت انا وياه ماليزيا وتايلاند بعدهم بعد ما دخلونا. ورحت انا وياه طبعا دول الخليج، اذن الشيطان وين رحنا الله. اي طلعنا يعني من هني لجنوب افريقيا، ما شاء الله لفيت اي جنوب يعني افريقيا لي كلها. اي اللي من عند السودان على اثيوبيا على اوغندا. رواندا ما دخلوني بعدهم بعد نفس الطريقه، دائما انا اجي ويقولوا لي على اساس اني ادخل وما يدخلون، لعلها خير. واحد منكم نحس على الثاني. عاد سبحان الله الله لان يجعلها اذا خير، ما دائما اقول اكيد له بروحك ما حد يا اكيد بروحه ما حد ما تعرض للموقف، واكيد بروحك انت ما تعرضت للموقف. سبحان الله، عاد دائما انا اقولها، يقول الحين شلون هذا، اقول له يا ابن الحلال خير خير ان شاء الله لا خير خير، ما تدري ان شنو شاء الله. اللي كان هناك موجود يعني لو دخلته. صحيح. دخلت ناميبيا ولا ما دخلت؟ لا ما دخلتها. ناميبيا كانت بالنسبة لي من أصعب الدول اللي عشان أطلع تأشيرتها، أصعب الدول يعني، حتى أصعب من تركمانستان. يعني تركمانستان على الأقل يردون عليك، يرفضون دخولك، يقول لك مرة مرتين مرفوض. لا هذول الناميبيين ما يردون عليك، يسحب عليك شهرين عقب يرد يقول لك زين قول لي ليش تبي تدخل، بعدين ايه مشكلة هذه. يروح يغيب عنك 6 أسابيع، بعدين يرد يقول لك أنت متأكد أنك أنت ما مو بياهي تصيد الزرافة ولا تصيد؟ خبرك احنا العرب لعبتنا صح هالسوالف، تعال اجلس. صحيح. فيفكرون يعني هاي ايش يبي هالعربي داش بدراسته، ايش يبي ببلدنا؟ وناميبيا بلد صحراء يعني ثاني اقل عدد سكان في العالم من بعد منغوليا، ففعلا ما في شيء ينشاف غير ان انا واحد احب الصحاري، احب اروح صحاري العالم، وهي فيها اقدم صحراء في العالم. صحيح، فاتمنى في هي يوم من أفضل الايام. شيء فيها الشريط الساحلي. اي ممتاز، تخيل انت تسوق في الصحراء وحر، درجه حراره 44، فجاه كذي في وين؟ خلال والله في خلال لمحه بصر من 44 تنزل درجة حرارة ل 16. لما تنزل سبحان الله. النزول، لما تنزل النزول تعرف ان ترى في ساحل قريب منك. صحيح. وفعلا بعد 20 كيلو لقيت نفسي في وسط الشريط الساحلي اللي هو الأطلسي الجنوبي، كان منظر جميل. ليش؟ انك كثبان رملية ومطلة على المحيط، ما شاء الله تبارك الله. منظر جميل جدا. واتمنى من يعني في يوم من الايام تروح ناميبيا تزورها، لان بلد جميله جدا وامان. ومثل ما ما قلت شاء طبعا الله. احنا ما نفكر في الامان وفي الخطوره، احنا نروح مثل اليانين نقتل بوس. وما راح اقول لك لا ادخل، الله اقول لك روح. لا الله يحفظنا ان شاء الله. يعني اللي يروح افريقيا ويروح سيبيريا ما عنده مشكله يروح مكان. والله حتى بعد ابو نوف مشكلة الشحن والميناء، هذول ترى بعد يعني صحيح معاناة بالنسبة للي يعني يحبون الترحال عن طريق البر، نوع من البهذلة. يعني احد المواقف سنة 2011 رحت الامريكا بالسيارة. طبعا هذه السيارة نفسها يعني لها تاريخ عندي، ويعني زرت فيها يعني دول اوروبا من الكويت الى لندن
رحت عليها امريكا ورحت عليها لافريقيا، يعني قعدت عندي فتره السياره هذه. فلما جيت امريكا هناك تخيل قعدوني 19 يوم ما دخل السياره موجوده، وكل يوم سؤال، كل يوم سؤال ليش جاي يعني بالسياره هذه. هذا يقول لي، طبعا هي نيسان سكايلاند جي تي، يقول لي هذه ما تسوى $200. اقول له يا ابن الحلال والله ما جبت حتى سعر قطع غيارها. فيعني كانوا مستغربين، يقول شلون جاي عليها بتكلفه، ليش جاي، يعني امريكا فيها سيارات اجار معها تامين. ويعني اخذت 19 يوم معلق بشكل مو طبيعي، وبعدين دفعت مبلغ يعور القلب عشان التخليص. تخيل ان امريكا يفتشون في الميناء انت اللي تدفع فلوس. ما راح اقول لك كم المبلغ بالضبط، بس واحد من المبالغ $1,112. واو ايه هو المبلغ اللي... لا انا دفعت مبلغ قوي والله، يعني شيء فوق الخيال، يعني اللي دفعته 1000 دينار كويتي، 1000 دينار كويتي يعني 3400 او 3500 بذاك الوقت، شيء مو بسهل. وكنت اقول لهم يعني انت اللي تفتش وين اللي يدفع يعني راتبك. قال لي هذا قانون، يعطيني اوراق، يعطيني كل شيء. ايش تقول؟ فعلا بعض الدول هو من انا بالنسبه لي يعني اكثر تحديات تعيق رحلاتنا هي الجمارك والتاشيرات. ولو فعلا يعني انا اتمنى في يوم من الايام يكون عندنا جواز كذي عالمي اسمه جلوبال، ما ينتمي لاي، الله هالجواز يدخلك كل مكان. يعني انا احسد البريطانيين اللي جنسيتهم مثلا تدخلهم معظم دول العالم بدون تاشيره. ما شاء الله. من المواقف الجميله اني في التبت كنت رايح البريد اشحن بعض الاغراض اللي مثقله علي في الدراجه، ولقيت واحد بريطاني على يمشي على ريوله وانت بكرامه والشنطه اللي في الظهر. فسالته قلت له انت شو تسوي هنا؟ يعني تبت اول مدينه مقفوله، يعني مثل ما تقول فيها شويه حضاره مقارنه بباقي التبت، فيها بريد، فيها مطعم يعطيك برجر مقارنه بالباقي، يعني الباقي حتى مطاعم ما فيه. فقال لي انا لي 4 سنوات اسافر على ريولي. قلت له زين انت من يصرف عليك يعني؟ قال لي تاكد ان سفري الـ4 سنين ارخص من قعدتي في لندن، ما اسوي شيء. ويه ففعلا اقنعني، قال لي انا اسافر، قلت ترى قاعد اوفر اكثر من قعدتي في لندن، لندن غاليه، شو تقول انت؟ اي والله غاليه، هم بعد عندهم الضرائب. يوم ادرس انجليزي، يوم اغسل جدور في مطعم واحصل لي $50، يوم اصلح سياره حد ويعطيني $20، وهذا اني عايش. يقول لي ف شيء حلو انك تستفيد من هالناس، المواقف اللي انت تشوفها يعني. ده لا هم فعلا واكيد الاجانب اكيد انت مريت بدروس، وشيء جميل ان الاجانب مستغلين هالشيء، مستغل ان ترى جنسيتها تخول لاي دخول اي مكان، مستغل ان التذاكر مثلا من بلاد رخيصه، مستغل ان هم كونه بريطاني مثلا او اجنبي التاشيره يحصلها في المطار. وانا يعني مرات كثيره اكون مثلا مسافر مع ناس، بالذات افريقيا، الحين سافرت مع ربعي اثنين فرنسي وبريطاني وكيفن اللي هو صاحب شركه جلوب باستر، لانها كانت اخر رحله له اعتزل، يعني مثل ما تقول تقاعد. ف يعني انا كان يؤلمني مثلا ان هم مثلا يدخلون وهم مرتاحين وانا يوقفوني ويبوني تعال على جنب وتعال وليش جاي وش عندك وجوازي وشنو هاللغه وليش شنو اللي حاط على راسك قطر وعقال. فاتمنى احنا في يوم من الايام كرحاله يعني يكون عندنا جواز كذي ما له هويه، ما ينتمي لاي قطاع. والله والله هذا اللي نتمناه، حتى بعد اضافه على اللي قلتها ابو نوف، ان الاجانب يعني لما تكون يعني انت عابر انت وياهم، وهم ترى ما يتعرضون هم مثل ما يتعرضون احنا يدخلوننا في اسئله ويدخلوننا، يعني حتى للاسف في بعض حتى الدول العربيه لما يكون قدامك اجنبي يمشونه، لما تكون انت جايهم صح. يقعد يتفنتك عليك او انه يعني يالف من عنده
ويضايقك لين يخليك تدفع، او انه بس مجرد مضايقه. ما هو يلمك الاطباء والاجنبي يعني انا يحترمونه الان حيل يعني للاسف. يعني انا الالماني مثلا يدخل هني، يدخل بلادي هني وما بدون تاشيره، وانا عشان ادخل بلاده بيسالني مليون سؤال، تعال روني تذكره. ما في منطق معامله المثل للاسف، وهذا شيء دولي. انا ما اقدر الوم بلادي، لان هاي شيء مفروض علينا من برا، من فوق، من الامم المتحده، من اوروبا، وات ايفر يعني. جهات ولكن ان مهنية شاء الله نامل احنا كرحاله ان احنا نقدر نغير هذه الفكره في يوم من الايام. واتمنى ان احنا يعني نستمر في الترحال، وفي غيرنا للاسف يعني حتى جناسيهم اصعب منا، اقل اصعب منا بوايد، ومع ذلك يقبلون هالتحديات. ليش؟ لانه يقول لك انا قاعد اصنع ذكريات، انا قاعد اصنع مواقف، قاعد اصنع ذكريات. يعني انا اعرف واحده كينيه، هي وزوجها تركوا وظيفتهم وتركوا كل شيء وقاعدين يلفون العالم على دراجات. تقول لي انت المفروض ما تقول، ما تشتكي، ما تقول شيء. انا شو اقول؟ تقول لي انا شو اقول؟ انا اي اقدم والله. ثلاث اربع مرات وتنرفض، ولازم وزاره الشباب عندهم تقدم لهم كتاب وينرفض، لين ما رئيس الحكومه يتدخل ويحصلون تاشيره. فان شاء الله في يوم من الايام احنا كرحاله يعني نتجاوز هذه الشيء، وممكن احنا اللي الله نغير كريم كل إن شاء شيء. الله. لان انا دائما اقول حق الناس، انا كرحاله امثل نفسي كانسان اولا، بعدين انا امثل بلادي، امثل ديني، امثل ثقافتي. ولذلك دائما تشوفني، وانت اكيد الله تشوف يبارك نفس فيك. الشيء، صحيح. شايلين اعلام بلادنا معانا، شايلين اعلام بلاد ولداننا. انا البدله اللي البسها دائما على مقطر، على اللي على كتفي، على كتفي ما اليمين شاء الله، واليسار بارك الله على فيك حسب. والله. وخير من يمثل بلاده والله يا ابو نور. ما قاطعك، بالعكس احنا نمثلكم كلكم، انا امثل الخليج وامثل العرب، ودائما متشرف دائما والله. اعرف بنفسي ترى حال عربي قبل لا اقول اكتري. بارك الله فيك والله يا ابو نور. في واحد من الشباب يسال عن سالفه الصومال، هاي ثاني مره يذكرها، انا بنعرف تشوقنا عليها يعني. هذه لما كنت في سنة 2012 طلعت على طبعا كانت النية المفروض أن نكون على دراجة. كان معانا عمر منصور الفردي، إذا تعرف المصري الرحالة الله يذكره بالخير، وكان في رحالة إماراتي اللي هو عبد الله المنصوري الله يذكره بالخير بعد. كانت على أساس أني أجيهم في الإسكندرية ونطلع من الإسكندرية عاد لاخر افريقيا، يعني ما كان يعني في هدف معين، بس انه يعني نبي نقطع كثر ما نقدر الوجهه لجنوب افريقيا وعاد ونشوف بعدها قبلها ايش اللي يصير. المهم وكان في عندي واحد من الربع الله يذكره بالخير سعد محمد بن عقاب، راح اخذ له دراجه بس اخذ فئه سبورت، وقلت له ما تنفع، قال انا هاوي سبورت، وكان يعني من ضمن يعني كلامه الله يذكره بالخير يقول سوق ادفنشر ورافع السكان، يقول هذا ما بدراجه سبورت احلى، طبعا مزاجه جوه يعني. قلت راح ينكسر ظهرك قبل ان اوصل الجوازات. المهم وبعد عاد جانا واحد من الربع الله يذكره بالخير ومن يسمع عبد الله النامي، قال ابو مطلب ايش رايك بحل؟ قلت شنو؟ الله ينفع. قال احنا ثلاثه وانا اروح وياك رادف، طبعا هني انا ما اعرف للدراجه بس ابي اروح وبس. قال لي اسمع انت عندك جيب الله يبارك لك فيه، خلنا نطلع ثلاثتنا على الجيب ونستانس وسوالف افضل من الدراجه. هاي يا جماعه ايش رايكم؟ صار يعني صارت الاصوات اكثر على السياره فحولنا على السياره. وسبحان الله صارت ظروف ما قدرت اطلع يعني اوصلهم في مصر، فتواصلت وياهم قلت له عد في الخرطوم في السودان. وطلعت عاد من الكويت على رحنا طبعا مكة، أخذنا لنا عمرة وعقبة جدة، من جدة الميناء للسودان، ومن السودان الميناء للخرطوم، وهني اللي تعرفت فيها على أبو عايش الله يذكره بالخير السوداني اللي طلعت أنا وياه أول رحلة على الدراجة اللي هي على طريق رالي دكار. أي وبعدها عاد من الخرطوم كملنا، رحنا على أثيوبيا، ومن أثيوبيا عاد جاتني دعوة من العام، جاتني دعوه من سفاره الكويت القائم بالاعمال ابو صهيب الله يذكره بالخير ومن يسمع. فعاد قلت انا بغيره بروح لجيبوتي، وقال الربع احنا بنروح كينيا لان
صارت الضربات في رحاله او سياح في كينيا توهم يعني قطعوهم قطع طرق وذبحوهم بذاك اوف الوقت. اي الله فعاد هني الله ستر عليكم. اي اي والله. وبعدين صا يعني صايره في يعني صايره في حمله امنيه قويه وصاير تشديد يعني كانوا ينصحون ان ما نكمل الكينيا. فقلت انا عاد بكمل بروح الجيبوتي، ومن جيبوتي بطلع من وراي الى اليمن، ومن اليمن عاد اطلع على عمان على الامارات على السعوديه واللي رد الكويت. اي عاد الشباب كملوا قعدوا شوي شافوا الاوضاع، الاوضاع زينه كملوا لين نيروبي وما قدروا يكملون، عقب عاد وقفوا رحلتهم. انا طلعت عاد على جيبوتي. الحين قالوا لي في طريق توهم مسوينه شارع جديد مسوي الشيخ زايد الله يرحمه، وطريق يعني مستوي 100%. ايه طلعت، لما طلعت تفاجأت اني طلعت 500 او 600 كيلو بر. ايه وين النكبه هنا؟ انا مرات اسوق في الليل، اغلب الوقت اسوق بالليل. تخيل وانا امشي بالسياره فجاه قطعوني اشخاص، طبعا افريقيا جيتها ما تعرف لبس الشرطه منها، تعرف ان الشرطي اذا كان مسلح. قطعوا الطريق وقفوني، وين رايح؟ قلت طبعا كلها معي اشارات، انا لغه انجليزي صفر، الكلام هذا 2012. اقول لهم جيبوتي جيبوتي، قال لي لا، يشب علي الليت ويرده، ويشب الليت ويرده. اللي فهمته منه هني ايش يقول؟ يقول ما تمشي بالليل، تمشي بس بالنهار. قلت طيب ما في اوكي مشكله، عاد اعطيه هذه اوكي، نبي السلامه منهم. يقول اوكي اي والله. ونرجع، عاد لما رجعت طفيت الليتات يعني شوي، قطيت بر على اساس اني احط راسي وانام بدون لا يشوفوني، على اساس لا اكون يعني الصيده سهله لهم. لما عاد اصبح الصبح كملت طريقي نفسه. مستحيل تشوف من البشر، تشوف الله يكرمني اسمع خنازير البريه، تشوف الغزلان، تشوف الحيوانات البريه اللي موجوده في افريقيا الله يكرمني اسمع. بعدين وانا امشي هذا كله طريق بر، احنا نسميها الدبايه او الجاده، عليها دوس، بعدين فجأة تفرقت وصار الدوس خفيف، وصار في جهة الدوس فيها ثقيل حيل. فقلت الظاهر انها الجهة هذه هي اللي توديني على الحدود، لان انا امشي نظام على الخرائط وعلى اقمار صناعية، الجي بي اس ما يشتغل في افريقيا، امشي على 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 جهات الشرق والشمال. وهذا بعدها عاد تفاجأت انها عاد على حدود اثيوبيا مع الصومال، وصلت حدود الصومال، انا على اساس انها اثيوبيا. وين رايح؟ منين جاي؟ قلت انا رايح جيبوتي. قال انت في الصومال؟ قلت من هنا انا ما ابي الصومال، بروح لجيبوتي. الصومال فيها حرب وفي يعني فيها مشاكل، ما يراح الا. اي والله. فعد ردينا لما رحنا والله بين الجبال الجيب يلا يصعد، وقفنا تخيل المركز فاضي فاضي بالمره، وجانا ولد صغير ما بعد تو ما خط شاربه، صغير يعني يمكن 11 12 سنه، ويجيني يكلمني يقول لي ادس ادس، اللي هو اختصار ادس ابابا، لان احنا باثيوبيا الحين على حدود جيبوتي. انا على بالي يبي فلوس ولا شيء، اقول له نو روح روح، ويروح ويجينا ادس ادس ادس. المهم خلاني راح عند رفيجي، رفيجي قاعد بالسياره ويطق عليها الجام، ينزل الجام يكلمه ادس ادس، راح رفيجي دزه من عند صدره، قال روح روح، يعني دزه خفيفه يعني. زعل الولد الصغير هذا، راح وجانا مع عسكري لابس لبس القوات الخاصه مع رشاش، والله يضيق الصدر. اي والله. يوم جانا العد في باص توه جاي جيبوتيين ما شاء الله، هذول من الدعوه اللي يحفظون القران ويتحدثون اللغه العربيه الفصحى. لما جينا وشفت ان الولد الصغير هذا السبب ربطه يعني في المركز، ما كان فاضي المركز، بعدين تجمع العالم. قلت حق الشيخ الموجود، قلت كيف حالك يا اخي؟ هذا من يكون؟ قال لي هذا هو مسؤول المركز. قلت رحنا فيها هذا مسؤول اللي كنا المركز نصادفه ولد. احنا. اي مسؤول المركز، احنا على بالنا يعني يبي تخبر اللي يبدلون العمله فلوس ولا شيء، ما ودنا نبتلش فيها. ايوه عقب عاد ويفصل علينا فصله مو طبيعيه، فلش السياره من الى. لما فكك السياره كل شيء، نزل الاغراض وكل شيء، طبعا هي سالفتها طويله حيل باختصر عليه.
قال لي انت مسجل اثيوبيا طبعا شلون عندهم نظام، لما تدخل من عند حدود في شغلتين، يسالك من اي منفذ راح تطلع منه، ويسالها الكترونيه وياك، يعني كم كاميرا، كم تلفون، كم جهاز جي بي اس، هذا لازم تذكرهن. اذا ذكرت شيء وخالفته تعرض نفسك المساءلة يعني شديدة حيل. بعدين عاد قال لي أنت بتروح كينيا، ليش جيت جيبوتي؟ قلت عاد، قلت حق الشيخ لاند، قلت يا شيخ قل له لقد أتتنا دعوة من سفارة دولتنا ونحن لا نستطيع أن نقول سفارتنا أي شيء، واللي معاي ميت من الضحك. وعقبه قال خلاص أنا راح أمشيكم، بس راح أخذ جوازاتكم وأخذ أوراقكم، تروحون وتردون. ايه والله وننشب له ننشب له، يلا أعطنا جوازاتنا. طبعا في الحدود هناك دفتر، يبطل الدفتر يكتب دخل انور السياره جيب لاند كروزر، دفتر رايح فيها الدفتر بعد في الحدود. والله عاد الاصفر الصوفر تلقاه. اي ملي والله، حتى الورق القديم عدنا. عاد هذه سالفه جيبوتي، الولد الصغير طلع هو اللي ماسك الدنيا كلها. الله زين اللي عدت على خير. شوف هذه اي الاشياء والله فيها ذكريات جميله. يعني انا دائما اقول حق الناس لا تروحون لاوروبا تقعدون في لوبي فندق وتقول والله انا رايح حجاز، لان انت ما راح تصنع ذكريات. من الاشياء الجميله في الترحال انك انت تسوي ذكريات حلوه. المواقف هذه ما تتعرض لها اذا انت مسافر اماكن كشخه ومتدلع فيها. اوكي لا كلنا كل مسافرين ما راح الشارع تشوف ندلع شيء. انفسنا، لكن بعد هاي الاشياء نتعلم منها. يعني شوف الناس ما ينسونها. انا كل يوم والثاني حد يسالني يقول لي ممكن تعيد سالفه كولومبيا؟ ارد اعيدها، يقول لي قولها بعد مره. هذه لان الناس يتشفقون انهم يسمعون قصص جميله نفس هذه. فعلا صحيح اخوي ابو مطلق طولنا عليك، ودنا نقعد معاك عزيز الليل غالي كله، والله. لكن اذا طولنا زياده بيقطع البث لانه مدته ساعه بس. انا الله بس يجزاك خير. حبيت اقول حق الناس شيء واحد، درس انا تعلمته منك والناس لازم يتعلمونه منك. ان عند مثل انت ذكرت نقطه مهمه، قلت ان انت لغه انجليزيه صفر، ومع وللحين ذلك والله هذه مشكلة. سافرت العالم كله. فحبيت اقول اللهم لك الحمد. للمتابعين وللناس، اللغه عمرها ما كانت عائق ولا بتكون عائق عشان فعلا تسافر. صحيح. لا تقول لي انا والله ما ابي اروح عشان اللغه، لا سافر وروح ولف في العالم، لان احنا كبشر لغتنا هي سلوكنا مع بعض. يعني انا اروح الصين اطلب شوربه اسوي لها كذي تسوي لي كذي، يعني لحام تقولي لا دياي، في الاخير انا بحصل اللي ابي وهم بيحصلون اللي يبون. وشرفتنا وإذا ما اخوي حصلت مطلق، وانا تعلمت. جدا سعيد لهذا البث. يسلم الله وعلى يرحم فكره والديك. انا شفت اعتبر ان هالبث اجمل، يعني ان شاء الله بيكون اجمل بث انا سويته، لان انا تعلمت منك وسمعنا قصص الله حلوه يجزاك وضحكنا خير. وابتسمنا والناس متفاعلين مثل ما انت شايف. ما شاء الله تبارك الله. وتشرفنا حبيب معاك، والله اني انا متشرف وان يا شاء الله اخوي ابو نوف وبارك ان الله شاء فيك، الله وانت من ان الناس شاء الله اللي بعد ازمه يعني كورونا نتعلم منها بعد. والله اتشرف الغالي، وان شاء الله لنا ان شاء الله لقاء قريب بعد ما تخف هذه بإذن الله الازمه. إن شاء الله. اوعدك انا بإذن بيكون الله إن بالكويت شاء الله. أبدا والله الساعة ونلتقي قاعده مباركة نفس طال ما احنا عمرك. قعدنا قبل سنه ونص ان شاء الله. شكرا لك بإذن اخوي، الله شكرا إن شاء لكم، الله. عزيز. شكرا لك اخوي، شكرا، وشكرا لكم، ومبارك ما تبقى من الشهر عليك وعلى الاسره علينا وعلى علينا الشباب علينا وعليك وعليكم تبارك اهل الكويت. ومن منك صالح أعمال إن شاء الله. شكرا، شكرا للناس اللي اثروا هذا اللقاء والبث الجميل، وشكرا للراعي لهذا البث اللي هو قطر بركام لرعايته لهذه الفقرات الاسبوعيه. وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي مع مغامر ثاني طبعا، لكن انا اعتقد ان ابو مطلق حرقهم لا يا ابن حلال والله الكشخه الخيرين بروحه هي والطيبين اللي واجد حرقتنا. والله. لا الله يرحم خلاص يا والديك. غالي، الله الله يحفظك، يرحم والديك ويرفع نشوفكم قدرك. جميعا على خير، مع بإذن الله السلامه، إن شاء الله. ودعناك حياك الله. الله، مرحبا. مع السلامة. حياك الله الله، يحييك. مع السلامة. سلام. مرحبا.